الوبائية الحالية، التلقيح، اتباع الإجراءات الوقائية ضروري لتفادي انتشار عدوى كوفيد 19. يلتحق بنا الآن عبر مكالمات هاتفية البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة، منسق كوفيد ومختص في علم الأوبئة والطب الوقائي. مساء الخير بروفيسور. اهلا وسهلا، وسعدت ان يكون معك في الحصه نتاعك. شكرا لك. بدايه بروفيسور عبد الرزاق بوعمره، ما هو تفسير الوضعيه الوبائيه بعد ما شهدنا ارتفاع مخيف في عدد الاصابات وكذا الوفيات بكوفيد 19 خلال الفتره الاخيره؟ لا، هو الان لما نعرف الموجه مكونه من الصعود، اذا العدد يزايد حتى نوصل الى الذروه. بعد الذروه يتبعها ان بلاطو ولا حاله استقرار لتدوم حوالي 15 يوم او اسبوعين. الان احنا في الاسبوع الثاني من لا ديسونس، الان المنحنى في نزول. اذا وهذا هو وش الواقع تاعنا الان في المستشفيات تاعنا او في الفحوصات الطبيه الكونسيرن الكوفيد. الان العدد نقص، المجيء الى المستشفيات نقص، رانا في النزول المنحنى. لكن المهم جدا انه لازمنا نقعد، ما نقولوش نزل وننساو انه مازال في حالات نزل، وهذا هو المهم جدا. وهذا هو الميساج نتاعي، انه لما نحن نسجل النزول صحيح، لكن مهم جدا اننا نقعد بالاحترازات الوقائيه اللي راهي الان موجوده، حتى نرجع الى الـ الى الـ الى الـ الى الـ 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 الاول حالات، تدير للمنحنى الطبيعي تاع الكوفيد تاعنا. والمهم جدا انه وهذا هو شيء مهم جدا، انه نقعدوا نفكروا دائما انه ممكن المنحنى يعاود يطلع. اذا كنا فكرنا بهذه الطريقه ناخذ بعين الاعتبار دائما تطبيق الاحترازات الوقائيه. طيب بروفيسور عبد الرزاق بوعمرة، ذكرت جزئية جد مهمة، لأنه نتحدث عن تجارب سابقة، نتحدث عن موجة ثانية، وبعد ما خرجنا من الموجة الثانية شفنا كان فيه تخفيف لإجراءات وتدابير الوقائية، كان فيه بعض من التهاون من قبل المواطنين من خلال العمل على ارتداء الكمامة، التباعد الجسدي، وكأنه الجزائر خلاص تعدت أزمة كوفيد 19. لكن الموجة الثالثة شفنا بأنها كانت قاسية، حصدنا فيها العديد من الأرواح، بالإضافة إلى أنه سجلنا إصابات جد مرتفعة بكوفيد 19. ما هي الدروس التي نستخلصها من الموجة الثالثة، وما هي كذلك النقائص الواجب أن لا تتكرر خلال تعايشنا مع كوفيد 19؟ لا، هو يجب أن نعرف أن الكوفيد ولا البانديمي ولا هي إنسين كريس. مهم جدا انه كنت ذكرتي جيدا ان الموجه الثالثه كانت قاسيه، لانه لازم نعرف فيها انه الفاري ولا المتغير اللي كان مسؤول عليها كان اشد ذروه، يعني عنده لو بوفوار باتوجين اكثر من المتبدل الكلاسيكي اللي نعرفوه. يعطي عدوى كثير، يعطي ديفورم سيزر ولا ديفورم اكتراف اكثر، ويعطي عدد الموتى اكثر، وهذا الشيء اللي سجلناه. مهم جدا انه لما نخرج من فاك ولا انكريز ولا من موجه الى موجه، مهم جدا اننا كاين فيه نقاط ايجابيه. بين النقاط الايجابيه فريقنا تضافر كل الجهود، المسؤولين، المواطنين، العمال الصحه اللي كانوا فقدوا كثير من افرادهم. اذا كل هذه التضافر الجهود هذا معطى ايجابي، لازمنا الشيء الايجابي لازمنا نثمنوه. فيه نقائص، لانه لا كريتيكو فيها نقائص، فيه اخطاء ممكن تكون كانت لازمنا نعتبروا منها، ولازمنا ناخذها بعين الاعتبار. شكون عطى هذو لي لاكين ولا الفراغات، لازمنا ناخذوا هذو الاشياء بعين الاعتبار، ولازمنا نبداو نحضروا الى احتمال تكون فيه موجه رابعه. لانه لما نشوفوا لي سيكل تاع لي فاك، حوالي لي ميم سيكل ولا نفس المواجهات اللي راهي تندار في نفس الظروف. البلدان القريبه لنا كانوا عاشوا الموجه الرابعه، احنا ممكن جدا اننا نروحوا للموجه الرابعه، وهذا محتمل كبير جدا. الان فيه نقص الموجه الثالثه. طيب هل من توقيت محدد لهذه الموجه الرابعه؟ لانه بحسب الخبراء والمختصين ممكن انها تكون اواخر اكتوبر بدايه شهر نوفمبر. لا، هي اذا اخذنا المنحنى نتاعنا ولا المنحنيات تاع الدول اللي سبقتنا واللي دارت الموجه الرابعه، بدنا نعرفوا انه ما بينه ما فيش علم دقيق، لكن هي احتمالات وسكوناتان دي بريفيزيون
ناخذوها ولا دراسات تؤخذ على حسب المنحنيات الموجودة الآن. الآن إذا كل الأبوز هذه ولا النقص الحالات وصعود ومجيء الموجة الأخرى، إحنا حوالي ما بين 3 أشهر إلى 4 أشهر، إذا في احتمال كثير أنه ممكن جدا تكون عندنا الموجة الرابعة مع نهاية شهر أكتوبر وبداية شهر نوفمبر. طيب نتحدث عن الآن بروفيسور عبد الرزاق أبو عمرة، الاستراتيجية الواجب اتباعها حتى نتفادى حدوث بعض الاختلالات في التعامل مع أزمة كوفيد-19، لأنه الموجة الثالثة شهدنا كان فيه تذبذب في التزود بمادة الأكسجين وتبعات هذا الأمر على المرضى، مرضى كوفيد-19. هل لابد العمل على إعداد استراتيجية وطنية للتعامل مع أزمة كوفيد-19 خاصة مع هذه الموجات الأخيرة والفيروس المتحور حتى نكون على أهبة الاستعداد لا قدر الله؟ لا، هي المهم جدا تكون عندنا استراتيجية في كريس باراي ولا كريس الكوفيد، ماهوش بالسهل تجيليها. إذا ولا كنت ما عندكش استراتيجية راه هو شيء يخلط الأشياء. إذا المهم جدا تكون عندنا استراتيجية. أظن الآن الاستراتيجية تاعنا كما قلت أنه ممكن فيه كانت نقائص، هذا الشيء المهم اللي احنا نحطوه بعين الاعتبار، ولازمنا نبريباريو باش ما يكونش هذه النقائص، ما تتعاودش هذه النقائص، هذا أهم شيء. ثاني شيء لازمنا تكون عندنا استراتيجية. ما هي الاستراتيجية؟ أظن أنه راح نعتمد كثير على اللقاح، هذا مهم جدا، لأنه اللقاح الآن الدول اللي سجلت الموجات الرابعة كانت لا بوبيلاسيون تاعها كانوا ملقحين، إذا جازت الموجة الرابعة لكن كان فيه العدد، فيه الناس لا كونتاميناسيون، الناس اللي مرضت كانت، لكن لي ديغا ولا لي كونسيكونس تادير الناس اللي تجي للمستشفى، الناس اللي يجوا لمصالح الإنعاش ولا الناس اللي يموتوا كانت قليلة. وهذه استراتيجية جد مهمة في المرحلة اللي رانا فيها حنايا، لازمنا نسرعوا من عملية التلقيح، لازمنا كل الإمكانيات سواء المادية ولا البشرية، لازم تظافر أجهزة الدولة، تظافر المواطن، لازم يفهم أنه اللقاح من الحلول اللي تحميه. شيء مهم جدا أنه كذلك لما ننسوش أنه الاحترازات الوقائية في الظروف الحالية، سواء الاحترازات الوقائية الفردية أو حتى الجماعية، للجماعية اللي كلكم تعرفوا أنه نزيد فيها أو نقص فيها على حسب الصعود أو النزول المنحنى، وهذه الاستراتيجية اللي تخلينا نوصل إلى حتى إذا كانت فيه موجة رابعة، إذا كان لو طوط كوفرتور فاكسينال كثير وديباسا 60-70%، راح يخلينا نجوزوا هذه المرحلة ولا هذه الموجة أكثر ارتياح. وش معناتها هذا الشيء؟ معناتها ممكن يكون فيه مرض، يكون ناس كثير، ناخذ مثلا المنحنى تاع بريطانيا فيه عدد الإصابات، فيه كثير عدد الإصابات لكن مستشفيات فارغة، إذا قدروا بالفاكسين، قدروا انهم ينقصوا من لي فورم سيفير واللي فورم غراف، لانه شيء مهم اللي نعرفه الان انه اللقاح، كنا مع الاول نقولوا انه اللقاح راح ينقص لا ترانسميسيون، لكن اللقاح الان ما ينقص لا ترانسميسيون لكن يحمي الفرد، وهذا هو الشيء اللي لازم كل مواطن يعرفه، انه اللقاح راح يحميه، يقدر يمرض لكن يحميه بما يديرش انفورم سيفير، يفهم يتخليه يروح المستشفى، ولا يفهم يتدخلوا لمصلحة الإنعاش، ولا يفهم تقدر تقتله. وهذا ولو وصلنا لهذه النتيجة نكونوا رجعنا للكوفيد كمرض ماهوش خطير ونقدر نرجع إلى حياتنا الطبيعية بالتعايش مع هذا الفيروس. طيب بروفيسور عبد الرزاق أبو عمرة، كيف تقيم الحملة الوطنية للتلقيح؟ لأنه خلال هذه الفترة شهدنا تصاعد في عدد المواطنين الذين تلقوا جرعات من اللقاح المضاد لكوفيد-19. لا، أظن أنه كل ما يكون فيه تصاعد كل ما يكون شيء أحسن لنا. أنا قلت أنه لازمنا كل المجهودات، كل الاستراتيجية تاعنا الآن لما خرجنا من هذه الموجة الثالثة وحتى نواجه كما قلت الموجة الرابعة، الاستراتيجية تاعنا لازمها مبنية على اللقاح. علاش مبنية على اللقاح؟ لأنها في نتائج جد جيدة في دول اللي سبقتنا، إذا لازم كل الظروف تكون مناسبة من أجل باش نطلعوا لطود فاكسيناتو.
لازم كل الإمكانيات، المصالح الصحية وكل حتى الصحافة باش توسيبيليزي لا بوبيلاسيون باش تجيك الفاكسان، لأنه الآن أولا شفنا الفاريو هذا ولا المتغير هو صعيب، ممكن جدا أنه يكون فيه دي فاريو واحد آخرين إذا كان نقصت هذا الأكتيفيتي تاع هذا الفيروس، وهذه الأكتيفيتي ولا النشاط الفيروسي اللي راح ينقص باللقاح، إذا كان نقص راح نقصوا لا ميلتيبليكاسيون ولا الطفرات الجديدة، وبهذه الطريقة نقدروا نتمكنوا من التحكم في لابونديمي والتعايش مع هذا الفيروس. أشكرك جزيل الشكر البروفيسور عبد الرزاق أبو عمرة، منسق كوفيد ومختص في علم الأوبئة والطب الوقائي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.